السلام عليكم واهلا بكم. بنكمل مع بعض منهج كونكت فور، منهج الصف الرابع الابتدائي. خدنا مع بعض الدرس الاول، وهناخد النهارده ليسون 2 الدرس الثاني من كتاب المعاصر صفحه 23 23. بنشرح وبنحل كتاب المعاصر بالتفصيل. لو في حاجه مش واضحه اكتبوا لنا في التعليقات، هننزل اهم المراجعات. هنشرح الجرامر على الوايت بورد ونبدا مع بعض ليسون 2 الدرس الثاني من يونت 1. نبدا بفوكابلري، بالكلمات. كاندي 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 هنا حلوة. ويلي تشير ويلي تشير ويلي تشير كرسي متحرك. ساينتست 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 عالم. unhealthy unhealthy كلمة healthy لوحديها يعني صحي، طيب unhealthy غير صحي. unhealthy unhealthy هنا un دي بريفكس، مقطع حطيته قبل الكلمة أعطاني عكسها. فيديو جيمز فيديو جيمز ألعاب الفيديو. awesome 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 بتساوي fantastic أو حتى beautiful بمعنى رائع أو جميل. banana milk shake banana milk shake يعني لبن بإيه؟ بالموس أو موس باللبن زي ما بنسموه. كولا كولا طبعا الكولا معروفة. interesting interesting شيق أو ممتع. sweet حاجة حلوة. busy بيزي بيزي مشغول، اقول علي از بيزي علي مشغول. طب لو قلت كايرو از بيزي، لا القاهره هنا بمعنى مزدحمه، لو بصف مكان تبقى معناها مزدحم، طب شخص تبقى مشغول. تيم فريق. conjugation of verbs تصريف الافعال، زي ما قلنا في افعال منتظمه وافعال شاذه. عشان احول فعل من المضارع الماضي لو منتظم بحط له دي او اي دي او اي اي دي. practice practiced هنا اخره ايه، حطينا دي بس. talk talked هنا حطينا ايدي، ده regular المنتظم. طب ال irregular الشاذ بغير شكله. sink sought see saw sink sought see saw. important expressions تعبيرات مهمة and propositions وحروف جر مهمة يبقى لازم تتحفظ. on the weekend on the weekend on the weekend يعني في عطلة نهاية الأسبوع. do sport do sport يعني بيلعب رياضة أو بيمارس رياضة، ما ينفعش make هي do، هو مش هيصنع رياضة هو بيقوم بأداء رياضة. و the weekend بيجي معها on the weekend في بعض الحالات at. on the weekend بكلم مثلا على يوم الجمعة بالنسبة لنا ده the weekend. on Saturday في يوم السبت، on بيجي معها أيام الأسبوع on Saturday on Sunday on Monday. go walking يذهب للتمشية، go بيجي مع الفعل في ing يبقى go walking يذهب للتمشية. هنا جايب لي main points نقاط رئيسية مهمة on listening and reading tickets على ايه؟ على نصوص الاستماع والقراءة. topic الموضوع being healthy ان تكون بصحة جيدة. guiding words كلمات ارشادية، جايب لي كلمات وعليها جمل. sport و school sport لعبة رياضية و school مدرسة. فين قال لي I do a lot of sport at school انا بقوم بالكثير من الالعاب الرياضيه فين في المدرسه. I do a lot of sport at school بعمل رياضه في المدرسه. candy fruit I don't eat candy انا لا اكل الكاندي الحلوى. but I like fruit ولكن احب الفاكهه. هنعرف الفرق ما بين but و and النهارده. but ولكن. basketball كره السله. we practice basketball 3 times a week احنا بنمارس كره السله 3 مرات في الاسبوع. drink water I drink أنا بشرب a lot of water الكثير من الماء. to be healthy لكي أكون صحي يبقى بحط الكلمات في جمل، ببدأ بالفعل والفعل والتكملة. وأنا منزل الكورس للجرامر إزاي تعرف ضمائر الفاعل ضمائر المفعول الصفات الملكية، هننزل إزاي تأسس الجمل ده مهم جدا إزاي تكون الجمل. يبقى I do a lot of sport at school I don't eat candy but I like fruit We practice basketball 3 times a week. I drink a lot of water to be healthy. احنا وبنقرا الجملة نحاول نفهم ونعرف مكوناتها، زي مثلا I أنا ده الفاعل. Do ده الفاعل. A lot of sport at school ده إيه التكملة. ونكمل صفحة 24. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. It's not to drink water. نقط أن تشرب مياه. أكيد هيلسي صحي، شرب المية مهم جدا لينا ولأجسامنا مفيد جدا، يبقى it's healthy to drink water. basketball يعني كرة السلة is my favorite sport أكيد هي رياضة، أوكي لعبة رياضية، لا فود طعام ولا درينك مشروب ولا كاندي حلوة.
I don't drink what. أنا مش بشرب إيه. Because it's unhealthy. يبقى كولا. مش بشرب الكوكاكولا عشان هي غير صحية. ممكن أشرب الوتر، الماء جميلة، جوس العصير جميل، ملك اللبن جميل، لكن الكولا لا، الأفضل ما نشربهاش. ونكمل مع بعض. Listening and reading. استماع وقراءة. اسمعني وبعد كده اقرأ بنفسك. آدم، دارين and جودي are talking about being healthy. آدم ودارين وجودي بيتكلموا عن كيف يكونوا أصحاء. Do you think you're healthy, جودي؟ هل تعتقدي إن أنت بصحة جيدة يا جودي؟ دو هنا بمعنى هل. لا يا سايدو، أيوه. I do a lot of sport. أنا بعمل رياضة كثيرة. At school، في المدرسة. On the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع. I walk، أنا بمشي. To my grandma's house، لبيت جدتي. With my family، مع عائلتي. I really، أنا حقا. Like walking، بحب التمشي. Like هنا بيجي ورا الفعل في ING. Because I can talk to my mom، وأنا بمشي بقدر أتكلم مع أمي and dad ومع أبي. We can see the different houses and shops، بتفرج أو بشوف المنازل المختلفة والمحلات المختلفة. I don't eat candy، لا أكل الحلوى. But I like fruit، ولكن أحب الفواكه. هنا بط تعبر عن التناقض، ما بتحبش الحلوى لكن بتحب الفواكه. الحلوى شيء غير صحي لكن الفواكه شيء صحي. يبقى لما الاقي ما بتحبش حاجة وبتحب حاجة تانية يبقى بط، تعبر عن التناقض. My favorite fruits، فواكهي المفضلة are bananas، الموز، and watermelon، والبطيخ. My mom، أمي، makes an awesome banana milk shake، بتعمل لي موز باللبن رائع جميل جدا. ونكمل صفحة 25. Do you think، هل تعتقدي هل تعتقد you are healthy آدم، انت بصحة جيدة يا آدم؟ قال لها yes، I am in a wheelchair basketball team، انا في فريق كرة السلة اللي هم ذوي الاحتياجات، عنده مشكلة في قدمه فمش بيقدر يمشي فبيقعد على كرسي بعجل ويلعب. هل ده منع ان هو ما يلعبش؟ لا، مارس رياضة تناسب المشكلة اللي عنده. يبقى yes، I am in a wheelchair basketball team at school، في المدرسة. We practice 3 times every week، بنمارس 3 مرات في الأسبوع، كل أسبوع. I drink cola، أنا بشرب كولا. But I want to drink more water، بس عايز أشرب مية أكتر. I don't play video games، أنا ما بلعبش ألعاب فيديو. Because، لأن. I am very busy، أنا مشغول جدا. I play basketball، بلعب كرة سلة. And I play football، وبلعب كرة قدم. In the park، في الحديقة. Do you think، هل تعتقد you are healthy دارين، هل انت بصحة جيدة يا دارين؟ يبقى سألنا جودي وسألنا آدم وهنسأل دارين، وكل واحد بيتكلم عن ايه؟ عن نفسه. Yes، نعم. I think I am healthy، اعتقد ان انا بصحة جيدة. My mom and I، امي وانا، go walking، نتمشى. go b u n g in the desert، في الصحراء. with my dad، مع ابي. dad is a scientist، ابي عالم. and he likes looking، likes looking ايه، بيحب النظر. looking at animals، النظر الى الحيوانات. and plants، وكمان النباتات. we go with him every weekend، نذهب معه كل اجازة نهاية الاسبوع. it's very interesting، الموضوع شيق جدا. but it's very hot، ولكن الجو حار. sometimes، احيانا، او حار جدا احيانا. I only drink water، انا فقط بشرب مية. because I don't like cola، لاني لا احب الكولا. I love burgers، بحب البرجرز. but I only eat one a week، بس باكل واحدة بس في الاسبوع. my mom makes yummy salads، امي بتعمل سلطات لذيذة جدا. ونكمل صفحة 26. language focus. هنا قاعدة بسيطة بيقول لي a conjugation. a conjugation يعني أداة الربط. is a word، هي كلمة. that joins words، بتربط الكلمات. and sentences together، والجمل مع بعض. أنا عايز أربط جملتين مع بعض، بربطها عن طريق أداة الربط أو conjugation. هنا عندنا and و but، هنعرف الفرق بينهم. هنا and تعبر عن ايه؟ عن ربط فكرة بفكرة او احداث متتالية. انا بحب مثلا البرتقال والتفاح، او انا مثلا بحب العب كرة القدم وكرة السلة. فكلمة and بتربط جملتين او حتى كلمتين. انا باكل الخضار وانا بتدرب، اوكي مفيش اي مشكلة. لكن but تعبر عن التناقض. يعني ايه التناقض؟ انا عايز العب كورة بس رجلي وجعاني. انا عايز اكل كويس
بس بطني وجعاني. انا بحب العب كرة ولكن لا احب العب ايه تنس. فاند تعبر عن ايه؟ ربط الاحداث والجمل، بطء التناقض. You mean and to add two ideas together. تستخدم and عشان نضيف فكرتين مع بعض، لكن but to contrast two ideas عشان تناقض فكرتين. طب تعال ناخد كده مثال. I eat vegetables and I exercise. انا باكل خضار وكمان انا بتدرب، مفيش اي مشكله. طب تعال نشوف but. I want to play football but my leg hurts. انا عايز العب كره قدم ولكن قدمي تؤلمني فمش هقدر العب. طب تعال نشوف بقى التدريب البسيط ده. choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه to complete each sentence عشان تكمل كل جمله. هنا بيقول لي I want to go swimming. انا عايز ايه؟ اذهب للسباحه. نقط it is raining ولكنها تمطر ولا تمطر؟ اكيد ولكنها. انت عشان عايز تعوم بس في حاجه منعتك ان الدنيا تشتي، يبقى بط ولكن. بط ولكن حاجة عايز تعملها بس مش عارف. فاطمة loves ice cream. فاطمة بتحب الايس كريم والشوكولاتة، يبقى and بتحب حاجة وحاجة. after school بعد المدرسة. I do my homework، بعمل واجبي وبتناول العشاء، يبقى and. and I eat dinner، and I eat dinner. I practice basketball، أنا بمارس كرة السلة. نقط I walk home from school every day، بمارس كرة السلة دي حاجة صحية، وكمان بمشي للبيت من المدرسة، يبقى and، مفيش تعارض بينهم. My dad is Egyptian، أبي مصري. نقط My mom is French، وأمي فرنسية. يبقى أبي مصري ولكن أمي فرنسية، لو كان نفس الجنسية كنا قلنا and، لكن عشان مختلفين قلنا but. He speaks English، هو بيتحدث اللغة الإنجليزية. نقط He can't speak Chinese، ولكن لا يستطيع أن يتحدث اللغة الصينية. يعني بيقدر يعمل حاجة وما بيقدرش، بيقدر يعمل حاجة وما يقدرش يعمل حاجة تانية، يبقى استخدم إيه؟ but ولكن. ونحل مع بعض صفحة 27، صفحة 27. هنا بيقول لي Fruits are not and healthy، الفواكه بتكون إيه وصحية؟ لو salty مالحة لأ، sweet حلوة طبعا، hot حار أو ساخن بيزي مشغول لأ، يبقى ترجم وحل. A cat is small، القطة صغيرة. نقط The horse is big، والحصان كبير، يبقى but، تعبر عن التناقض، حاجة صغيرة وحاجة كبيرة. I like chocolate and ice cream، لسه حلينه. ندى loves fruits and vegetables، ندى بتحب الفواكه والخضار. أوصفها بإيه؟ she is healthy، اوكي، بتحب الأكل الصحي. هنا reorder يعني رتب، لازم أعرف ترتيب الجمل، وهتلاقوا على القناة شرح الضمائر وترتيب الجمل، وهننزل إن شاء الله فيديوهات أوضح كمان للموضوع. I play football in the park، لازم أراعي تكوين الجملة الفاعل ثم الفعل ثم التكملة. I play football in the park، أنا بلعب كرة قدم في الحديقة. هنا I الفاعل، play الفعل، football المفعول ثم جار ومجرور in the park. I am playing، أنا بلعب، أوكي. I am playing basketball in a team، أنا بلعب كرة سلة في فريق. I am playing basketball in a team. I go walking، أنا بذهب للتمشي. I go ثم يجي ING walking in the desert، في الصحراء. I go walking in the desert. السؤال الثالث، قطع ناقصة كلمات. هنا go بمعنى يذهب، easy سهل، hot حار، scientist عالم، زي ما قلنا. حلو الأول بقى كده، راجعوا إجاباتكم. My mom and I go walking in the desert، أمي وأنا نتمشى في الصحراء. With my dad، مع أبي. dad is a نقط، أبويا إيه؟ is a scientist، يعني عالم. And he likes looking at animals and plants، بيحب النظر للحيوانات والنباتات. The desert is very interesting، الصحراء شيقة جدا. But it's very، ولكنها it's very hot، حارة جدا جدا، الجو هناك صعب. Sometimes أحيانا، ونقط with my dad every weekend we go، أحيانا بروح مع أبي كل أجازة. السؤال الرابع وصل. I don't eat candy، أنا ما بحبش أكل الكاندي الحلوة. But I like fruit، بس بحب الفاكهة. I need a pen، أنا محتاج قلم. قلم إيه؟ and a book، وكتاب.
My mom makes. أمي بتعمل. بتعمل إيه؟ Awesome milk shake. My favorites. فواكه المفضلة. Are watermelon. بطيخ. Are watermelon. ونكمل صفحة 28. قطع عليها مجموعة من الأسئلة. I am Adam. اسم آدم. I like sports. أحب الألعاب الرياضية. My favorite sport is basketball. لعبتي المفضلة كرة السلة. I am on a wheelchair basketball team. أنا فريق كرة السلة اللي هو ذوي الإعاقة الحركية at school في المدرسة. بنلعب عن طريق كرسي بعجل. We practice 3 times every week. بنمارس 3 مرات في الأسبوع. I am healthy. أنا صحي. I drink cola. أي نعم بشرب كولا. But I want to drink more water. بس أنا عايز أشرب الكثير من الماء. I don't play video games. ما بلعبش ألعاب فيديو. Because I am very busy. لأني مشغول. I like to play with my friends. ألعب مع أصدقاء. In the park. في الحديقة. We go to the park on Fridays. نحن نذهب إلى الحديقة أيام الجمعة. My dad is a scientist. يعني أبي عالم. He likes looking at animals and plants. هو بيحب النظر إلى الحيوانات والنباتات. السؤال الأول. Adam wants to drink more. هو عايز يشرب المزيد من إيه؟ Water. Water يعني الماء. Adam's favorite sport. يعني لعبة آدم المفضلة. إز إيه يا ترى؟ طبقا للقطعة باسكتبول. مش فوتبول. مش تنش. مش سويمينج. يبقى باسكتبول. هنا بيقول answer the following question. أجيب عن الأسئلة. When does Adam go to the park? When does Adam يعني متى آدم يذهب إلى الحديقة؟ يبقى on Fridays أيام الجمعة طبقا برضو للقطعة. يبقى لو قريت القطعة بصورة قوية أو بتركيزها أقدر أحل. How often does Adam practice basketball? كم مرة آدم بيمارس فيها الباسكتبول؟ يبقى 3 times. 3 times a week أو 3 times every week. يعني 3 مرات كل أسبوع. 3 times every week. 3 مرات كل أسبوع. السؤال الثالث. بانكت ويت. Do you think you're healthy? هنا الدي كابيتال بمعنى هل تعتقد ان انت صحي؟ يبقى ده سؤال. يبقى في نهاية السؤال question mark علامة استفهام. عرفنا زي بدء بدو. دو هنا بمعنى هل. السؤال السابع ده write an email. اكتب ايميل من 18 ل 24 كلمة عن about healthy food. طعام صحي. healthy food. ماشي. لازم لما اجي اكتب ايميل في مجموعه من البيانات لازم اطلعها. اسمك ايه واسم صديقك ايه ايميلك ايه وايميل صديقك ايه والعنوان عن ايه. كل ده هنعرفه في فيديو منفصل سهل وبسيط عن كيفيه كتابه الايميل ازاي نكون الجمل في الايميل. وبكده يبقى خلصنا الدرس الثاني من يونت 1 شرح وحل التدريبات. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. هتلاقوا معانا اهم المراجعات واهم كورسات التاسيس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.